السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ولقاكم الفيديو بأحسن الأحوال. اليوم غادي نشارك معكم أكلة رائعة بزاف، ممكن تكون وجبة غداء أو عشاء، وجبة متكاملة بالنسبة للمكونات بساط وحتى الطريقة ديال التحضير سريعة وكتجي لذيذة، مذاق اللي رائع بزاف. فغادي تشوفوا معايا المكونات والطريقة ديال التحضير. فغادي نبدا في التحضير ديال اول شيء ديال الدجاج. عندي هنا فخاد ديال الدجاج، غديروا الكميه اللي غادي تناسبكم. ممكن ايضا ديروا قطع مختلفه ديال الدجاج، الدجاجه اللي تقطعوها قطع يكون فيهم هكا الصدر، الفخاد، الجناح، فغديروا اللي بغيتوا. غادي نضيف لهم عصير ديال نصف ليمونه. وبالنسبه للتوابل فعندي الكركم، الزنجبيل، الفلفل الاسود، الفلفل الاحمر، والملح. بالنسبه للكميه ديال التوابل غادي تبقى على حسب الكميه اللي دايرين ديال الدجاج. غادي نضيف ايضا الثوم المجفف، اللي ما متوفرش عندها الثوم المجفف دير فص ديال الثوم محكوك. غادي نضيف البصل المجفف، غادي يبقى اختياري، اللي ما متوفرش عندها ممكن ما ديروش. وغادي نضيف اليازير، بالنسبه لليازير الا كان عندكم طري فغادي يكون من الاحسن، والا ما متوفرش طري فنديرو هكا المجفف كيف ما استعملت انا. وغادي نضيف ملعقه صغيره ديال الهريسه او صلصه حاره، غادي يبقى على حسب الذوق، اللي كيعجبو الحار ممكن يضيفو، واللي ما كيعجبوش ممكن ما يضيفوش. وغادي نضيف ايضا زيت الزيتون. فهذه هي الشرموله اللي غادي نشرمل بها هاد الدجاج هذا. غادي نخلط هكا هاد المكونات وغادي نخليهم هكا مرقدين في هاد الشرموله هذه جوج سوايع حتى لثلاثه الوقت اللي بغيتو. قد ما خليناه مرقد كيجي لذيذ اكثر، ومن الاحسن نرقدوه في الصباح، والوقيته اللي غادي نبغيو نطيبوه كنلقاوه شرب هذيك التوابل وكيجي لذيذ. فخليته تقريبا ساعتين وانا غادي نطيبه. فغادي نديرو هكا، اما ديرو في هاد المول هكا ديال الزاج، او ديرو في صفيحه عاديه اللي تفرشوا فيها الورق ديال الفرن، وغادي ندخلو للفرن باش غادي يطيب. كيف ما شفتوا انا درت هاد الفخاد ديال الدجاج صغار، ما كياخذوش ليا وقت طويل في الفرن، بسرعه كيوجدوا. كندير درجه الحراره 200 درجه وكنشعل عليهم من الفوق ومن الاسفل، وكيتشواو وكيجيو لذاذ بزاف. ولا درتو الفخاد اللي الحجم ديالهم تيكونوا غلاض، فمن الاحسن تغطيو هكا المول، تغطيوه بالورق ديال الطبخ وديرو فوقو الالومنيوم حتى تحسوا به طاب. من بعد عاد كتحيدوه وكتخليوه حتى كيتحمر. فهنا غادي ندوز باش غادي نوجد الارز. هكا في مقلاه درت القليل من زيت الزيتون، او ديروا زيت المائده على حسب الذوق اللي متواجد عندكم. وضفت فلافل ملونه، فلفله حمراء، خضراء وصفراء، مقطعين مربعات صغار كيف ما شفتوا. ضفت ليهم ايضا الملح اللي غادي يبقى حسب الذوق، وخليتهم هكا غير تشحروا شويه. من بعد غادي نضيف لهم الجزر محكوك وقرعه خضراء حتى هي محكوكه. وبالنسبه للتوابل فغادي ندير فقط الفلفل الاسود. غادي نخلي هذا الجزر هكا كيتشحر شويه مع هذه القرعه. بالنسبه لهاد الخضر فما كنبغيهاش انا تكون طايبه بزاف، غير شويه كتشحر. من بعد غادي نضيف ليها الرز. بالنسبه للارز فرقدته من قبل في الماء لمده ديال 20 دقيقه، من بعد شللته في الماء مزيان حتى ما بقاش كينزل منه الماء ابيض ولا كينزل الماء نقي صافي. من بعد سلقته، ما خليتوش تسلق بزاف حتى يتعجن غير القياس. وملي كنسلقه كنصفيه وكنشلو بالماء اللي غادي يكون بارد، وبهالطريقه هذه كيجينا الرز بحال هكا حبه حبه.
وملي تشحروا هذوك الخضر فضفت ليهم الرز بهذا الشكل هذا، وغادي نخلط حتى كيندمجوا هاد المكونات. غادي نخليهم غير شويه فوق النار غير كينسجموا هاد المكونات، وغادي نطفي عليهم. بالنسبه لهاد الخضر فما كنخليهمش كيطيبوا بزاف باش كيبقاو محتفظين على المذاق ديالهم، وكيجيو لذاذ مع الارز. فبهذه الطريقه الارز كيجي حبه حبه وما كيجيش معجن، وحتى المذاق ديالو كيجي لذيذ بزاف. غير جربوه اكيد غادي يعجبكم. وهنا الرز ديالي ها هو كيف ما شفتو ملي وجد، كيجي الشكل ديالو بحال هكا، الشكل ديالو زوين. وغادي نجيب هكا الطبق ديال التقديم اللي غادي نحط فيه. غادي ندير فيه في الاول الارز كيف ما شفتو الارز كيفاش كيجي، حتى المذاق ديالو كيجي زوين. غير جربوه. هكا ملي حطيت الارز غادي نجيب الفخاد ديال الدجاج ملي طابو وحيدتهم من الفرن، حتى هما كيجيو لذاذ بزاف بهذيك التتبيله. وغادي نحطهم هكا فوق الارز بالشكل اللي غادي يناسبكم. بالنسبه للفخاد ديال الدجاج فانا محيده ليهم الجلده، واخا محيداها فكيف ما شفتوا اللون ديالهم محمر وكيجي ولداد. وانتم غادي يبقى على حسب الذوق ديالكم، بغيتي تخليو ليهم حتى هذيك الجلده وتطيبوهم. وهذا هو الطبق ديالنا كيف ما كتشوفوا، وجبه اللي متكامله سهله وسريعه في التحضير، وحتى المكونات بسيطه، وحتى المذاق لذيذ لذيذ بزاف. جربوها اكيد غادي تعجبكم. وكانت هذه هي الوصفه ديال اليوم، وان شاء الله نتلاقاو في وصفه اخرى.